عبر الهاتف ينضم إلي من اسطنبول مراسل الغد علام صباحات. علام، آخر تفاصيل متوفرة حول الهجوم الذي تعرضت له هذه السفينة إذن قبالة سواحل نيجيريا؟ هو التأكيد التركي بأن السفينة التي تعرضت للهجوم من قبل قراصنة كما تقول أنقرة نيجيريين وصلت بالفعل إلى سواحل الجابون، وهي الآن بأمان أو بسلام بحسب ما يقول الجانب الرسمي التركي. والمساعي الرسمية التركية الآن تنحصر في ملفين اثنين، الأول هو محاولة يعني إخراج المخطوفين من الطاقم المكون من 19 شخصا والذي خطف منه 15 شخصا من قبل القراصنة الذين شنوا الهجوم على هذه السفينة أولا، وثانيا إعادة الطاقم الذي لا يزال على متن هذه السفينة، سفينة الشحن، بالإضافة إلى من قتل بالهجوم وهو مواطن من جنسية أذربيجانية، إعادتهم إلى تركيا وإلى أذربيجان خلال الساعات أو الأيام القادمة. الجانب الرسمي التركي يعمل الآن كما يقول وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو، يعمل على التواصل رسميا مع الجهات الخاطفة، وهم كما تتوقع أنقرة وترجح بشكل أكبر أن يكونوا قراصنة من نيجيريا، تحاول أن تتواصل معهم لمعرفة مطالبهم. وكما قال وزير الخارجية التركي فإنه كانت قد جرت مثل هذه الهجمات في أوقات سابقة وتم إعلان المطالب من قبل المهاجمين وهم قراصنة بعد أيام من الهجوم، وبالتالي الجانب الرسمي التركي يتوقع أن يعلن المختطفون أو المهاجمون القراصنة أن يعلنوا عن مطالبهم في الفترة القادمة، وأن تتم عملية محاولة الإفراج عن من تم اختطافهم. أما كانوا على متن السفينة هم 19 شخصا الطاقم، هم بمعظمهم غالبيتهم العظمى من الأتراك، هناك مواطن أذربيجاني قتل خلال الهجوم وتم خطف 15 مواطنا تركيا، حتى الآن لا توجد أي معلومات واضحة عن مصيرهم وعن الجهة التي تم اقتيادهم إليها، التفاصيل لا تزال ضبابية إلى حد كبير، ولكن الجهات الرسمية التركية تتابع الأمر عن كثب مع الدول المتشاطئة مع سواحل غربي أفريقيا وتحديدا نيجيريا والجابون وغانا الدول المعنية تماما وبشكل مباشر بهذه القضية، خاصة وأن هذه الهجمات تكررت بشكل كبير كما قال وزير الخارجية التركي في تلك المنطقة. ويبحث الجانب الرسمي التركي الآن آليات حفظ الأمان لهذه السفن، سفن النقل التركية ربما يكون الخيار بالفترة القادمة أن ترافق سفن الشحن سفن حربية، ولكن هذا سيكون مكلف ويعني يحتاج إلى الكثير من الاحتياطات ومن الإجراءات ليتم إنجازه في الفترة القادمة. مراسل الغد من اسطنبول علام صباحات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.